رجاء بتقول زكاة الأم لابنها تجوز ولا لا؟ تجوز إذا كان من الغارمين، وسواء كان هذا الغرم بأي سبب، يعني علي فاتورة مش قادر يدفعها، علي إيجار متأخر مش قادر يدفعه، علي مصاريف المدارس بقى الدين عليه ومش قادر يدفعها، وهكذا. فأي دين يجعله من الغارمين يجوز إن أنت تعطيله من الزكاة لأجل هذا الأمر.